دكتور انا يعني جوزي مسافر بره، احنا اتجوزنا قعد معايا 3 شهور تمام. وبعدين سافر وانا كنت حامل، وتقريبا انا معايا دلوقتي بيبي 8 شهور. تمانية. تمام. هو بعيد عني بقاله 1 سنة وشوية، وانا مع اهله وهنا في ارياف يعني كده، وانا مخليه بالي من اهله وحطاهم جوه عيني، يعني مش بزعل والدته ولا والده، ومعاهم دايما في البيت. كويس. دايما بيحصل مشاكل بيني وبينه ان انا اروح عند اهلي كذا يوم، هو مش بيحب كده، بيحب ان انا مثلا اروح يوم واحد وارجع في نفس اليوم. وبرضه بحاول ان انا على قد ما اقدر، يحصل مشاكل ما بيننا، بحاول على قد ما اقدر ان انا برضه ما اضايقوش، واقول ان هو برضه ظروفه ان هو بعيد عني، وان هو طيب يعني هو بحاول ان هو احنا نزعل من هو بعض. ليه متأخر في النزول عنكم؟ المفروض مثلا بينزل كل قد ايه؟ لا هو كان ناوي ان هو ياخدني، بس انا بصراحه حصل مشاكل في الحمل فما عرفتش اسافر. طيب ودلوقتي؟ دلوقتي هو في طبعا موضوع الكورونا وكده، ما عرفتش اسافر له برضه، وظروفه هناك برضه، شغله بقاله فتره مش شغال، فظروفه متلخبطه هناك، مش عارف ينزل ولا عارف ياخدني. طيب سؤالك ليا بقى يا مساجد. بس يعني انا حاولت في الاول، مش بيحاول يعوضني عن غيابه عني يا دكتور، يعني هو يعني مثلا هو دايما بيقول ان مثلا لو انا عملت معاه مشكله ولا كده يقول لي لا انت غاليه عندي والله، وانت مراتي وامي ابني كل حاجه. بس لما يحصل مشكله جامده بلاقيه اتغير 180 درجه، ويتعصب جامد، ويمكن يقول لي عليها الحرام ودين كذا، ما انت عامله كذا، ويعني بلاقيه شخص تاني خالص، يعني مش اللي كان معايا مثلا، مش الشخص اللي انا اتجوزته، عن مش الشخص اللي كان معايا. بقول له انت يعني اللي قعدتهم معايا 3 شهور، حاول تخلي يعني تعوضني عن يعني تخليك كويس معايا، علشان انا ما اتغيرش، يعني اللي في قلبي ما يتغيرش من ناحيتك، طيب انت لما قلتي يعني له انا مش كده يا وحشه. مساجد، لما قلتي له كده رد فعله كان ايه؟ يقول لي لا انت المفروض تستحميني لما انا ابقى متعصب، علشان انا لما يعني انا ببقى متعصب المفروض انت تستحميني، لما ابقى كويس خلاص. طيب سؤالك ليه؟ غير كده يا دكتور، غير كده يا دكتور برضو، انا مثلا انا بقول له حاول تعوضني، يعني تقول لي كلام حلو، يعني سمعت حضرتك كذا مره فانا طلبتها منه زي ما انت قلتي، وقلت له انا محتاجه ان انت تقول لي كلام حلو، محتاجه ان انت تقول لي ان انت بتحبني، محتاجه كذا. يقول لي انا مش بغبغان، انا مش كل شويه اقول لك انا كذا وبحبك وبموت فيكي والكلام ده. انا بقول لك حاجه، عايز لما اجي اقول لك تقول يعني تكون طالعه من القلب. اقول له ماشي، طب هي ما بتطلعش من القلب ليه؟ يقول لي هي ما بتتقالش كده، يعني في ديها انا من نفسي هقول لك، وانا من نفسي اقول لك كلام حلو وكده. اقول له ماشي مفيش مشكله، استنى مثلا فتره اسبوع 2 3 ما يتكلمش، لما ارجع الومه تاني يقول لي انت عايزه على طول ان انا بخبطان، انا في الظروف والضغوط، وانت كذا، وانت كل اللي طلباني تحبي وتتحبي، وانا في ايه ولا في ايه؟ اقول له لا، حاول تقدر ان انت بعيد عني، وان انا مع ابنك ومسؤوليه ووالدك ووالدتك ومضغوطه، ان هم ناس كبيره برضو في السن، وبرضو انا معاهم يعني، ودي اخت برضو عايشه معانا هنا، وانت معاملاهم كويس يا مساجد صح كده؟ انا معاملاهم كويس. طيب تمام، انا فهمت سؤالك، جزاك هما الله خيرا. كده وهم حتى بيقولوا له هرد عليكي. اسمعيني يا مساجد. اولا موضوع الزوج المسافر، وفعلا حالات كثيره جدا جدا، وكورونا والسفر ومش عارف يجيبها ولا هي عارف ينزل، وفي ناس بقى لهم اكتر من سنه ونص والكلام، بس هو الخير والبركه يعني، ان شاء الله الامل في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن في الله، ان شاء الله على الصيف الجاي تكون الدنيا انتهت، وتكون الدنيا خلاص، والكل خد المصلات والله اعلم بيهم واللقاحات وخلاص، وتبقى الدنيا والأزمة دي تتفك يا رب، اللهم أمين. يعني 6 شهور بالكتير، واللي مسافر يرجع، واللي عايز يجيب زوجته يرجع، وإن شاء الله الحياة تعود تانية، أدعو الله سبحانه وتعالى أنها تكون كده يعني، ونحسن الظن في الله. فيعني هانت صبرتي سنة ونص، أدي كده فاضل لك خلاص يعني حبة صغيرة، ونحتسب السنتين دولت. لكن في أمور أنت ليك حق فيها، وفي أمور لازم الراجل يفهم. إحنا ما فاكرين لما قعدنا نمسك الزوجات ونقول لها زوجك المغترب وحرام عليكي وكذا، والراجل مطحون والله أعلم بياكل إيه وبينام إزاي وشغال 12 ساعة وينزل دوام في دوام، وعشان يوفر لكم لقمة العيش، وعشان لازم تبقي أصيلة ولازم تشيلي بيته ولازم تكذا، وتبقي فعلا يعني زوجة صالحة حافظة للغيب للزوج اللي مطحون بره ده. أنا بقول كده للزوج، لكن كمان للأزواج.
يا أيها الأزواج المغتربون، يا كل راجل مسافر وسايب زوجته، أنت يا ابني مطالب شرعا بإعفافها. يعني مش فاكرة المثل المصري نسيته، لكن أنت مطالب بإعفاف، أنت مطالب بالإنفاق عليها وكذا وكذا. وكمان الإشباع مش إشباع جسدي بس، ده إشباع عاطفي. طب هو أصلا ما فيش إشباع جسدي كامل دلوقتي، يبقى الإشباع العاطفي. لازم تقول كده، أنا لازم أقول لك وانصحك لأن كده أنتوا بتخسروا زوجاتكم. والله لولا تاني، واحفظوا الجملة اللي بقولها دي، لولا حصانة في دين ويعني متانة في أخلاق لشفنا مهازل المهازل، وخصوصا في بعد الزوج عن زوجته. وندعو صلى الله سبحانه وتعالى يا رب في زوجات طيبات صالحات قانتات حافظات للغيب أصيلة ومحترمة. لكن دلوقتي الوضع صعب، الوضع صعب مع غياب وراوتر داخل لك وناس داخلالك وهيصه جامده موجوده نسال الله العافيه، والذئاب كتيره. واحد معلق لسه عامله له بلوك على الصفحه، معلق يخش يعلق عن النساء فقط، فواحده ترد عليه يقول لها طب والله، طب وانت كمان تكوني كذا، وانت يسيب مع واحده ردت بقى السناره غمز، ايه ده؟ ده داخل اللي يعمل ايه ده؟ انتوا ما تعرفوش البلاوي عامله ازاي. انا عارفه انك مطحون وكذا وكذا، بس ده حقها. طيب نصيحتي ليكي ولكل زوجه بقى، انا اقول للزوجه اهو سمعي الكلام ده، سمعي المقطع ده، خلين ليكي انت بقى. ما ينفعش يعدي يوم او طريقه الاتصال، مثلا احنا بنتصل كل يوم خميس او الصبح معاه الجمعه والسبت اجازه، او زي مثلا السبت والحد اجازه، اليوم اللي صبح فيه اجازه عنده تمام، عندك كده انت هتسهر براحتك ولو حتى نص صايه كده، وبعد كده ايه انت هتنام براحتك تاني يوم بقى. بعمل ايه في القعده؟ انا بتكلم المهام العاديه في الاول، ازيك وعامل ايه وصحتك والكلام ده، والله كذا وابنك كذا وحالنا كذا وحمدين كذا وعملت كذا وصرفت في كذا ومحتاجه اذنك في واحد اتنين تلاته. تمام تمام، مش المكالمه ما خلصتش، لازم يبقى في نوع من انواع الايه، لا نوع من انواع الكلام والحواديد والمشاعر. طيب هو بيتكلم كل اسبوع المكالمه دي، لا يبقى اعمل المكالمه دي واتكلم بمشاعر واساله. طب كل يوم، يبقى كل يوم اخد حاجتي ان شاء الله حتى سبع دقائق بقول له كذا، وانا ببتدي وابتدي انت كمان. الموضوع مش موضوع انا محتاج، ما انت خلصتي المهام اللي عايز يقولها والحكاوي، هيبقى خلاص فاضل المشاعر. لكن انا عايزه في البدايه المشاعر لا، لكن ده حق زوجه ليك، وانا بقول لك اهو في رقبتك ليوم الدين، عف زوجتك، عفوا ازواجكم، عفوا ازواجكم. عند الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال.